السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نجري هذه المقابلة مع الحاج محمد سليم محمد أبو سليم، وهذا الجزء هو الجزء السابع من هذه المقابلة. حجي، نستأنف حديثنا حول الثروة الحيوانية في القرية. حجي، كان يجيكوا طيور مهاجرة؟ الطيور المهاجرة، الطيور فلسطيني إلى أوان الطيور. نعم، إلى أوان بتيجي، كل أوان بتيجي بأوانها. هاي ما الطيور إلى أوان بتيجي بأوان اللي شو الطيور كانت تجيكوا يا حجي؟ طيور مثل النسر، صورة طيور النسر. نعم، يجي فواج فواج. طيب، كان يجيكوا أيضا أبو سعد يا حجي؟ إيه، هو أبو سعد، هو أبو سعد. طيب، حيوانات مفترسة أو حيوانات غير أليفة يا حجي؟ حيوانات مثل الضباع، مثل الذئاب. نعم، كان موجود كثير كثير. أنا صارت معي، صدفت كثير. طيب، غزلان حجي كان عندكم؟ غزلان قليل قليل. طيب، شو كان الضباع؟ الضباع مرة كنت رايح أنا وحياة أبوي نفلح، شافت أرض اسمها أرض الحجر، قلها أجل لك الله ذيبي مصر في وراها دياب طاع 4-5. أنا هربت عليه أنا وغريت شوي، بس بعدت عن أبوي وقفوا، خبت أنا كنت بعدني ورجعت. ومرة إن إحنا شايفتين أرض على وادي الحبيس، نادى الغدير بدي أصطب حيات، بدلنا للغدير. وإحنا هاي الوادي هنا أرضنا هون، يعني فيش منه ولا هالنمر جاي من فوق. بس شافوا حياة بي، قال لي لا تبحروا، لا تطلع فيه، إن بحرته بيهجم عليك. النمر ما تبحروا ما بيعرفك. فعلا قعدت على جنب الغدير هيك أنا ورق، ظل مرق وتعرف حال نادر بين وادي الوادي. كنا نشوف ذياب كثير. مرة جاء ذيب حد البلد أخذ سعور من عن ذاتنا. ذيابي كنا نشوف ذيابي كثير. طيب، شو كنتوا صيدوا عمي طيور؟ شو أنواع طيور كنتوا صيدوها مثلا؟ كنا نصيد عصافير. بأوان التين إن إحنا قلت لك عندنا راس العجاز، وعندنا البلاني، وعندنا الرويش، هذول تكروم تين. نعم. اروح انا راس العزاز في تين وفي زيتون، اطلع ابلش احط الدبي على الزيتونه في قبال التين. والله خطرات ما انصب الدبي ولا الا العصافير تبلش على تصيد. خطرات 100 عصفور 60 عصفور ما شاء الله. شايف؟ طيب حجي، حضرتك شو اشتغلت قبل النكبه؟ وين؟ فلسطين؟ في سحماتا. نعم، بس سحماتا ما اشتغلت شيء. ما اشتغلت شيء؟ ما اشتغل شيء. كنت خطرات اروح مع اهلي، خطرات ما اروحش. بقيت انا بقى لي ابن عم طافر وراح الله يسهل عليه، وبقى يضل يجي لعنا، يعني خطرات فوت يوقف الله يفتح. انا ما اشتغل شيء. ما كنت تساعد والدك حجي بالشغل؟ كنت اساعده وقت بدي ما اروحش، ما اروح. نعم. طيب، والدك شو كان يشتغل يا حجي؟ فلاح. فلاح بس. واخوانك، في خلك اخوان حجي اكبر منك كانوا يشتغلوا؟ عندي اخو اكبر مني كان يشتغل. شو كان شغله حجي؟ شو كان شغله؟ مع بي بالبيت. كنا بالبيت. احنا تزوجنا، كنا اللي هو الاربعه، احنا اربعه تزوجنا بلبنان، بفلسطين ما كنا متزوجين، لانه اخوي اكبر مني بسنتين. نعم. طيب، باقي ابناء القريه عمي شو كانت اشغالهم واعمالهم؟ مين؟ أبناء القرية، أبناء سحماتا. هي يفلحوا ويزرعوا، هاي المزارع، هاي الفلاح، هاي شغلته، فلاحة وزراعة وقلاعة، هذا شغلته. طيب، في حدا اشتغل غير الفلاحة حجي؟ لا. أبداً؟ أبداً. في البوليس حجي في حدا اشتغل؟ في بالبوليس في كثير، في ثلاث طابور. مين اللي ما عنده، اللي ما عندوش أرجاء الشباب يروح يطوع بالبوليس. مثل مين كان في البوليس يا حجي؟ ذكر أسمائهم؟ نعم. ذكر أسماء اللي كانوا في البوليس؟ كثار كانوا بالبوليس، كثار كانوا بالبوليس، كثار من بلدنا كثار كانوا بالبوليس. طيب، عد لنا بعضهم يا حجي.
كان واحد اسمه أحمد سعيد، واحد اسمه عبد الغني، واحد اسمه أحمد يوسف حمادي، واحد اسمه في واحد اللي بعده بالأردن اسمه أحمد اسعد نايف في كثار صار شو بدي أعدلك. كانوا بالبوليس، كانوا بوليس عادي ولا بوليس إضافي أحد؟ لا بوليس عادي عادي. طب كان عندهم رتب ولا بدون رتب عسكرية يا حاج؟ والله شو عند الرتب ما بعرف، بعرف إنه كان بالبوليس ويجوا على البلد، وهاي اللي بعرفك إنه شو عند الرتب ما. طيب يا حاج، كان في حدا يشتغل في المدن الرئيسية في حيفا في صفد في عكا؟ كان يشتغل، وهذا اليمني كان يشتغل بحيفا. أحمد اليمني؟ أحمد اليمني كان أبوه بحيفا. شو كان شغله في حيفا؟ كان يشتغل مشاريع، شوارع مشاريع، تعرف شو مشاريع. يعني كان مقاول أبوه؟ أبوه. ولا عامل؟ لا عامل. طيب حدا اشتغل في بنوك حجية في مؤسسات يعني مالية وكذا؟ حديد؟ مؤسسات مالية في حدا اشتغل؟ مالية لا، ما عميش لا. طيب حجي، في كامبات الإنجليز في معسكرات الجيش الإنجليزي في كان حدا يشتغل يا حجي من أبناء القرية؟ من عنا لا، كانوا كان اللي كانوا يروحوا بعرف شيون أنا، بس اللي كان يروح البوليس يجي لابس بلدي، أما شو يشتغل هناك ما بعرف. طيب حجي، والدك عليه رحمة الله شو كان عنده أملاك من الأراضي؟ أملاك عنده كثير والله أعلم، ما بدي أقول لك عنده كثير. كم تقريبا يا حج، كم بتقدر يعني أملاك والدك في سحماتا؟ اللي بحسب لك إني اللي حصيون، أنا بحسب إني بعدني وعيون لأن أنا كنت أفلح فيهم. أعطينا اسم الأرض كمان معاها يا حج. إيه عنا، أحسب لك زيتون بالأول. عنا الدبش. الدبش، منطقة الدبش. منطقة الدبش هاي الزيتون. كم دونم يا حج هاي؟ كم دونم والله ما عاد داير بني، ما بعرف جلمين. نعم. خمسة أكثر ما بعرف. نعم. عندنا البلاني، عندنا البلاني تحت والبلاني فوق، عندنا راس العزاز، عندنا الديدبي، عندنا دبش السيري، عندنا خالة اللوز، عندنا كم عمود هذول بقى بدوشة، هذول بقى نروح الدير محوشين، لا نحوش ولا نصل المحوشين خاصة. كمان في عندكم أراضي حجي؟ أراضي كثير. وين كان لكم أراضي حجي كمان؟ عندنا أرض الحجر، عندنا المراح، عندنا هاي الشقف اللي شرناها من اليهود اللي بقولك عنها، بتيجي عندنا باب الجبل، عندنا حلان الوادي، عندنا دوشة، عندنا حيط الحلس، شوين بعد والله الواحد ضيع. طيب حجي، او حيوانات حجة عندكم 80 راس معز؟ عندنا 80 يمكن أكثر، داير بالي 80. أجيب لك فنجان كبير؟ حطي وين خلصت؟ أجيب لك فنجان؟ خلص حكيت أنت خلص. طيب حجي، غير الماعز شو كان في عندكم حيوانات؟ عندنا بقينا بغلي للمعصرة. نعم. وعندنا نقنا يلا كدابي نجيب عليها مي، نجيب عليها شيء نجيب شيء. نعم. خطرات يكون عندنا بقر، نقنا بقر، خطرات يكون عندنا فدح بقر. نعم. وفرس كان عندكم حجي؟ نعم. فرس كان عندنا فرس. طيب حجي،
الدجاج كان عندكم كثير. نعم. أقول دجاج ما شاء الله عندكم كثير. الله أعلم. طيب حج المعصرة والدك كان شريك فيها كونه وريث لوالده ولا؟ آه لا وريث لوالده. هو أخوانه. آه هو عمي اللي عم تاني. بس هم اثنين يعني شركاء؟ آه. في اللي عمت بتعرف أخذت عن الحرمة وقت ما تتجوز بعطيها أعطاها جدي كريم زيتون. صح حج. وعندي عم تاني أعطاها كريم زيتون وتين وأعطاها شافت أرض مشلفة. طب حج بتتذكر البيت اللي كنت ساكن فيه؟ إيه طبعا بتذكر فيه. تقدر توصف لنا إياه يا حجي؟ والله البيت اللي كنت ساكن فيه يعني بدك تقول قد الشقة مرتين يعني 300 متر. كيف من ايش مبني هون يا حجي؟ حجر عندنا كله حجر. كيف تصميمه يعني كم غرفة مثلا؟ عندنا حجر بقى الحجر الحيط 60 سنتي كان معمر حياة جدي كان معمر أوضة مضافة على ظهر البيت هاي كان عمل حياة جدي مضافة. نعم. عندنا بيت للموني خصوصا بيت يعني للموني للبيت للعيلة. نعم. وعندنا عندنا مراح للعنزات كمان وعندنا أرض حدي شرينا حكورة من واحد اسمه عبد الرحمن. دار عمك وين كانوا ساكنين حجي؟ عمي كان حدينا بالبلد. يعني بيت والدك عمي لحاله 300 متر كان. هلا بالأول عمروا اثنين عمي وحياة جدي عمروا وكان معمر حياة جدي المعصرة والبيوت والكل حياة جدي كان معمر. وقت تجوز أولاده أبوي أخذ بيت وعمي أخذ بيت. عمي بعد مدة بدي يطلع يعمر برية البلد على طرف البلد. بعنا الدار وبعنا الحكومة وبعنا البيت وطلع عمر على طرف البلد. نعم. صفوا عمي على طرف البلد معمر واحنا عاملين. طيب حجي يعني كان في غرف نوم كم غرفة نوم كان موجودة عندكم؟ عندنا بقوش يعملوا غرف. مسرح. اه عندنا ما بقى في غرف. بيت يسع 20 نفس. لأنه الضيف إذا بدي يجي له لحام وكل البيت تعرف بيت واحد يعني ما يجي. طب كل بيوت القرية نفس الشيء يا حاج كانت نفس الطراز؟ نفس التصميم؟ لا كل بيت مصمم شكل. كل بيت مصمم لأن احنا كان عندنا ثلاثة بيوت. بيت للموني وبيت قاعدين فيه وبيت حياة ستي قعدت فيه. كل بيت لحال. نعم. وعندنا عاملين كنا للعنزات دار حدينا دار حدينا ولهم بيتين او فيه كمان عنزات. طيب حجي بيتكم من حجر السقف من ايش كان؟ سقف البيت كان شوح دف ومسمار بقولوا له طين يعني يا حجي؟ شايف هاي الواحد اللي بطبروا فيها مثل اللي بطبروا فيها ومن تحت مرين من فوق يعملوا له اطراف. نعم. ما كان بطول يعملوا اطراف بالشتاء يدحلوه خلاص يسكن. طب حجي هذا البيت عمره قديم بيتكم؟ والله انا وعيد هالبيت قاعدين فيه احنا عن جديد. جاب ابوي واحد حياه ابوي جاب واحد اسمه حسين الصفدي عمر لنا شوي بيت الثاني. هي على وعي ثاني. طيب حجي شبابيك الباب البيوت ابوابها من ايش مصنوعه؟ من خشب وحديد العادي مثل اللي باب هاي محطوط قضبان حديد ومحطوط حديد. نعم. طيب حجي البيوت كانت متلاصقه ولا كانت متباعده؟ لا بيوت حد بعضها. هلا احنا ثلاث بيوت حد بعضنا البعض كانت حكوره قدامنا لعمي وحكوره لنا قدام بيتنا. وقت عمي صفت كلها لنا شريناها مع عمي. كان واحد حدينا اسمه عبد الرحيم فعور حدينا حكورة كمان شريناها منه صارت كل الأرض إنه لا الملك لله لا الله.
طيب حجي، عندك وثائق تثبت ذلك؟ نعم. عندك وثائق لهذا الغرض يا حج؟ عندي. شوف هذول اللي طلعنا من هذول لنا، بس بعد في ورق ما طلعنا لنا. هذول اللي ضبوا أبوي وطلعوا معه. بقية ورق هؤلاء اللي ما صاروا مش معنا. نعم. في ورق مش معنا. الأرض دوشة مش معنا. حيط الحس مش معنا. مش بالورق هاي. في عنا ورق كثير مش جاي أرضي. حيط الحس بطلع 20 دلم ولا بزمان نظر أنا والله غيرهم للطرش. طب حجي، مين كان أشهر وجهاء القرية في إصلاح ذات البين وطلب يد العروس ويعني تصدر الجهات؟ كيف؟ مين أشهر وجهاء القرية؟ أشهرهم؟ عنا بالبلد؟ نعم. والله بقى كل واحد حسب يعني مين معروف فكرة كان. نعم، اللي كان يعني يصلح بين الناس، إلا يكونوا 4-5 وجوه في القرية يا حجي. أخي هلأ زعمات و زعماء بقى عنا هلأ اللي مثل اللي مدي بقى إن المختار، والباقي بدك تقول كل واحد حالته منيحة يعني يعتبروا إنه زعيم يشاوروا ويأخذوا رأيه. طيب يا حجي، مين كان شاطر عندكم في الغناء، في الزجل، في الحداء؟ كان عندنا واحد اسمه كامل علي، ما إجا لهون، ضل فلسطين. كامل علي؟ آه. من أي عائلة هذا كامل علي؟ بيدر أدونا، هذا ابن رئيس اللجنة. ابن علي الدورة رئيس اللجنة. آه، كامل علي. كامل علي. اسمه هذا ابن رئيس اللجنة. طيب حجي، كان زجال ولا كان يعني صوته حلو بس؟ لا، كان صوته حلو وكان آدمي يعني ما عندهم. طيب مين كان يعزف على الرغول أو على الصيغة؟ كان كثار. مثل مين يا حجي؟ كان بيطلع 4-5 يدقوا على المنجيره وعلى الارغول، وكان واحد اسمه ذيب العرب، وكان واحد اسمه زكي، وكان اكثر اللي كانوا يدقوا على بالاعراس بالحفلات. نعم. طب حجي، اللي كان يعزف على الناي مثلا تتذكروا؟ على شو عايه؟ على الناي. على الارغول يعني؟ مش على الارغول، على الشبابه. شباب اكثر ولا اكثر؟ اها. أنا من الجملة كنت أدق على الشبابة، بس في ناس أشطر مني. ولليوم بتدق على الشبابة؟ لا. ليش؟ من يوم طلعت ما تتركت، ما عرفنا، جتنا ظروف نعوف بقى الواحد، ووقت ما بدي شاري بده يكون مكيف. صحيح. بقى كيفش وما عاد. طب مين كان شاطر بالدبكة يا حجي؟ رويس مثلا؟ رويس؟ مين بده بيعمل رويس؟ طب حجي، كان في عندكم قائد في ثورة 36؟ شو سوي؟ قائد من قيادات 36. قائد من 36 كانوا هل الكبار كانوا كلهم تبع 36. انت مين يا حجي؟ هلا كلنا مات، ما عاد في من حدا راح. معلش، ما عم نحكي عن الاموات مش عن الاحياء. كان هذا المختار، مختار سعيد، هذا كان ثوره تيجي لعنا، بعد تيجي ثوره 36. احنا فصيل اللي عنده بيت يعني اللي حالته منيحه يعملوا عليه فصيل 50، الفصيل يكون 50 نفس، نطلع لهم اكل على الزيتون لبرا. انا من الجمله كنت اطلع اكل معهم. طيب حجي، في من ابناء قريتك كان مع الثوار؟ كان في حدا من سحماتا مع الثوار؟ كانوا كثار. مثل مين يا حجي؟ ماتوا كثار، كانوا يروحوا يجوا مع الثوار، بس في منهم ماتوا كمان، في منهم بعضهم طيبين، حتى ما ظلش حدا، كلهم ماتوا. لا مش مشكلة، بدنا نسمعهم، احنا بدناش طيبين او احياء يا حاج او ميتين. ناس في اساميهم حتى. طب مين اشهر واحد فيهم يا حجي؟ كان مع الثوار؟ نعم. والله كان المسلم بدك تقول قيادة الثورة عنا بالبلد ومع الثوار وهذيك المعاملة، المختار سعيد وقاسم العبد، هذول كانوا مع الثوار يعني، هن والثوار يد واحدة، والثوار تأمن لهم يعني تتثق فيهم. طب حجي، كان في عندكم شيخ أزهري في القرية؟ نعم. شيخ أزهري في القرية كان فيه؟ لا. طبيب أو مدرس؟ ولا طبيب. مدرس، ما صار معكم مدرس يا حجي؟
مدرس بقول لك كان واحد اسمه خالد افندي بقوله. مش من القرية هذا حج؟ لا من ترشيح. حجي كان في عندكم مخفر للشرطة؟ لا. وين كان أقرب مركز للشرطة عندكم؟ كان ترشيحة. شفتوا هذا المركز أنت حجي؟ كم ترشيحة، بنقول له كم ترشيحة. شفتوا أنت؟ رحت عليه جملة فترات. كم طابق حجي هذا المركز؟ كان طابقين بس مساحته كبيرة. من حجر مبني حجي؟ من حجر، كله حجر. طب عناصر المركز عرب ويهود وإنجليزي ولا بس لا. عرب؟ لا، كانوا بالأول وقت مفتروا علي أنا كان عرب. ما كانش في يهود، وقت صار في يهود ما قلناش رحنا هناك. طيب قد مين كان قائد المركز حج تتذكر؟ كان قائد عندنا، كان القائد اللي بقينا وقت احنا بقينا نروح على جديين، كان عندنا واحد اسمه محمد كمان من ترشيحه، نروح ويعطينا اوامر شو نتصرف. طيب حجي لما كانوا يتنقلوا كانوا يتنقلوا بسيارات ولا على خيل؟ لترشيحة بالسيارة، بس وقت ما نفوت على المخيم على أن نفوت على جدين ونحارب بجدين معارك جدين على إجرين ما في سيارة. نعم. طب حجي كيف كان تعامل المركز مع الناس مع الأهالي؟ معاملي مع الناس مش كل هذا. بالنسبة تقول لك أنا اللي بحكي لك اللي صار معنا. أنا فيش معركة فتتني والله. سادر نروح على جدين أنا بقيت تولع بس. هذا راح نحكي فيه لاحقا حج، بس بدنا نحكي الآن في المخفر. كان في ظلم من المخفر للأهالي ولا ما كانش حج؟ لا ما كانش. طب حجي كان في سجن في المخفر؟ كان في حدا سجن من أبناء قريتك يا حجي؟ سجن بالمخفر؟ يعني سجن رسمي لا، بس توقيف. توقيف نعم. في حدا توقف؟ أنا توقفت من في مرة. شو السبب يا حجي؟ السبب أنا نزلت تاني أطلع على العنزات تبعنا، لقيت واحد حدي عم يرعى غنم، معه غنم. صرنا نمزح أنا وياه. تعرف اتكبشنا، انا سأبت انا اقدر منه، نيمت اتجع. وقت اتجع سحب العصاي وضربني فشخني وانهزم. انهزم انا كبت له اياها يوم لحقته على السهل وبلشت في ضرب. راح اتشك علي، رحت على كم ترشيحه، اسمه كم ترشيحه. هو من قريتك يا حجي؟ من قريتي. هلا هو فلسطين، واخذ اخذ بنت بتكون اخذ بنت، يعني بتكون خالتي اللي اخذها. هلا بعده فلسطين. هذا اللي خلاني اروح على كم ترشيح. طيب ويوم واحد انحبست حجي ولا اكثر؟ لا ما 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 انحبست، بس رحت عليه وقال لي الي واسطه وانحبست. طب أهل القرية حجي، أهل سحماتا، كانوا يفضلوا يحلوا مشاكلهم فيما بينهم اللي يحلوها عن طريق المخفر؟ والله أكثرية تبغى يحلوا عن طريق المخفر. عندنا ما بقى في عداوة هيك، ما في عداوة، يعني الناس بين بعضها زعل بسيط، يعني ما قليل اللي يعني. طيب حجي زرت مدن فلسطينية قبل النكبة يا حجي؟ كيف؟ روح زرت مدن فلسطينية قبل النكبة؟ يعني زرت عكا، حيفا، يافا قبل النكبة؟ نعم. طبعا رحت على عكا ورحت على حيفا. حكيت لك اخوي وقت ان انقطعت اصبعه هاي من هون. نعم. اجت شقفت حديد انقطعت اصبعه. ما عملنا فيه زام كثير، ما جد كظم على اسنانه، شو شقفته لزاد. اخذوه على ترشيحه، نزلوه على عكا. عكا دغري الحكيم حولوا على حيفا. قعد كم يوم بحيفا، نزلت لعنده انا على حيفا، عمل له الات وارتاح. قال لو جد ما صار معه هذا طيب هو لا بس هذه الزياره لحيفا يا حجي؟ لا رحت بس هاي الزياره داير بالي. رحت على عكا، رحت كثير بس حيفا قليل. طيب شو شفت بعكا شيء زياده عن
قريتك ما تشوف الا بشر ما تشوف ناس هاي. يعني شو لفت انتباهك في مدينة عكا؟ ولا شيء طبيعي. ما اروح انا ما اروح هيك. يعني جامع الجزار ما لفت انتباهك يا حجي؟ لا عادي. عادي. والسور العظيم شو؟ عصور رحت لفت انتباهك اعجبك حجي؟ لا ما 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 انبين شيء يعني ما وحدنا رايح هيك ما يتاكل لشيء. طيب حضرت سينما حجي في عكا او في حيفا؟ حيفا حيفا رحت لها مشوارين بس. حيفا رحت لها مشوارين خصوصي ما رحت فيها. طيب ما حضرت سينما حجي في عكا؟ نعم. حضرت سينما؟ لا بعكا لا. طب شو كنت يعني كان في مطاعم ترتاد عليها للاكل يا حجي؟ والله كان في مطاعم كنا نفوت على المطاعم لكن واحد ما خلص بدي ياكل يفوت على المطعم ياكل وما ينتبه لحتى للمطعم. طب حجي جوامع تتذكر يعني في جوامع في عكا؟ جامع بتذكر جامع بدري جامعين بحيفا شفتهم انا. بعكا؟ بعكا. جامع؟ يا جامع يا جامعين شفت بعكا. طب شوارع عكا كلها معبدة حجي؟ شوارع عكا كلها معبدة. طب لما كنت تروح لعكا شو كنت تستخدم وسيلة نقل او لحيفا يا حجي؟ والله هيك اروح طاش انا بعيد انا بقول لك ماشي؟ ما لا بالبوسطة بس انا بعيد انا ما اشتغل انا بعيد عندنا ريدي ومش فارقة معاه بدي اصرف ليرة فلسطيني كثير مش فارقة معاي اصرف ما فارقة معاه وانا اعتاد اما تعطيني ما فارقة معاي هيك اروح. نعم. طيب حجي شفت اذا كان في هناك حديقة حيوانات؟ لا ما شفت. لا طيب حجي بعد اذنك بدنا ناخذ استراحة ونتابع حد ان شاء الله.